جمهورية احباطيا. احباطيا. ده بتيجي منين الاحساس بده؟ يعني برضه انا هجيب لك امثله من التاريخ اللي هو الحته اللي انا الدرب بتاعي يعني. اي لو بصيت مثلا على فترات تاريخيه بعينها تجد حضرتك عملت علاقة ما بين السلطة اللي بتأثر في الناس، فالناس ممكن تتحول إلى محبطين أو تتحول إلى سلبيين أو إيه ولا إزاي. عندنا رجل حاكم في مصر القديمة أخذ الحكم وهو عنده 6 سنوات. الحكم في مصر القديمة كان توريثي. طب بالظبط توريثي بالزبط. كلامنا بعيد عن التوريثي كويس. أو ما حصلش. ما هو الشعب ما هقول لك ليه الشعب ما بيقبلش ببعض الأحوال. هذا الرجل يا فندم المشكلة مش أنه هو أخذ الحكم وعنده 6 سنين. هو المشكلة أنه حكم 94 سنة. يا ساتر يا رب. هو الملك بيبي الثاني له آثار في الأسرة كان دي. ده في الدولة القديمة كمان. قبل يعني الأسر. في أيام. لا ده في الدولة القديمة. قديم. يعني بعد بناء الهرم الكبير والله. في الحقبة بتاعت الدولة القديمة. 94 سنة. تتكلم على 4000 وي. من 4000 سنة وي. حكم مصر رجل اسمه بيبي الثاني وهو عنده 6 سنوات مات وهو عنده يناهز 100. ما شاء الله. فقامت أول ثورة اجتماعية في تاريخ مصر. ليه بقى؟ فتخيل بقى ما ليه؟ لان انت حكمت 94 سنة. طول الحكم بيعمل ايه في الحكومات وانت اول حكومة مركزية في التاريخ. ايوه. انت اول واحد سميت حاجة اسمها وزير. فالفساد دب لان المدة طالت. طبعا طبعا. ما هي كده. فيقوم الشعب المصري بثورة اجتماعية. كويس؟ ضد فكرة الفساد في الحكومة. تليها. هقتبس الكلمة بتاعت تليها. الحب للانتماء. طيب. تالتها حالة زي ما أنا سميتها حالة من الانفلات الأمني. ده الكلام ده من 4000 سنة وي. عشان احنا ما بنقراش تاريخنا. ايوه. ولو كنا قرينا تاريخنا ما كناش هنعيد أخطائنا. بنقرا بس ما بنفهمش. خلاص. ألا تقرأوا الكلمة اللي أنا تملي بقولها في المحاضرة. ألا تقرأوا تاريخكم لكي لا تعيدوا أخطائكم. ما بنقراش تاريخ. ولو ما بنقراش تاريخ زي ما حضرتك بتقول ما بنستوعبش الدرس. حتى الدرس بيقرأ عشان يجاوب على الامتحان بس. خلاص. بعد كده وانت كمان زهقته من حصة التاريخ. بالزبط. انت عمال تقول له حتشبسوت و22 زهقته بطفل. انا ليه حبيت التاريخ؟ استاذتي في اسكندرية ابوس ايديها ورجليها دلوقتي. لانها حببتني ابوس ايد وايد ورجل ابويا وامي لان انا عندي 6 سنوات. صح. الانتماء ودوني أسوان. 6 سنوات كان عندي. أفتكر دلوقتي وأنا واقف عند حضرتك داخل على سن 55 أنا فاكر المعبد ده كان شكله إزاي وكلبشة كان إزاي وضريح الأغا خان كان إزاي وفاكر القميص البني الكرات اللي كنت لابسه إزاي وفاكر أول طاقية نوبية لبستها كان إزاي وأنا عندي 6 سنين. 11 سنة أبويا وعيلتي وأمي أخدوني خط برليف بعد المعركة ما خلصت والانتصار ما عملوا وقف إطلاق النار. رحنا شفنا الانتصار في خط برليف وقناة السويس والسويس وبورتوفيق وبورفؤاد شفناها بعينينا وإحنا عندنا 11 سنة. خلاص زرع 6 سنين الحضارة فيا و11 سنة زرع فيا الانتماء. هات لي بولدوزر ما يعرفش يطلع جذوري من مصر دلوقتي. طبعا. لا تقول لي بقى مش عارف إلحق أوروبا وتحط وأنا تحط لي الباسبور البريطاني. انا في يوم من الايام قال لي باسبور بريطاني وصلك. مش كرها في انجلترا بحب انجلترا وبحب الانجليز جدا. لكن قوه الانتماء بس كده. انا جدي سوري. اتقدم للملك فاروق بورقه عندي طلب الجنسيه المصريه. وراح كاتب على على على, على, على طرف الكلمه بخط ايده وهو بيقدمها للملك فاروق ان لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا. وهو رجل سوري. فهنا الانتماءات دي اللي حضرتك بتسأل عليها ازاي تعرف تزرع ويمكن ده درس لعائلتنا ازاي تقدر تزرع في ابنك او بنتك الانتماء والحب. بسام ليه هنروح مدارسنا احنا كنا بناخد تربيه وطنيه اللي هي الفطوه. انا فاكر دي ماده. ويجي لنا واحد متخصص بتاع علم نفس من القوات المسلحه او كذا يدينا اقصصات عن الرموز المصريه. فقد ايه كنا فخورين بده بالظبط كده نسمع القصه نحس ان احنا طيب مفيش غيرنا في العالم مفيش قدنا في هو ده اللي كان بالغرس فعلا في النفس. رغم انا عايز اقول لحضرتك كان بيدرس من الخطا والدكتور يعني انت حاسس الفاكر يعني اقسم بالله فاكر طبعا. حتى لو معلومات مغلوطه يعني بقول لك لو وصلنا لكده امتى حسيت انك كلمني على يعني احمد عرابي وقال لي معلومات مغلوطه بس في النهايه انا طلعت بالكونكلوجن ان احمد عرابي ده كان رمز من الرموز الـ 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 لا ما هو رمز ما تصدقش الحاجه الثانيه ما انا بقول لك ما تصدقش الجزء الثاني بتاع احمد بتاع احمد شوقي امير الشعراء والكلام يعني ده يعني انا عايز اقول لحضرتك ايه ان الاقتصاد دي فعلا خلتنا
نشعر ان الرموز دي مصريه وانا مصري. فازاي انا ما افتخرش ان انا مصري؟ الفخر ليه؟ بس عارف حضرتك الفخر يجي ازاي؟ لان الفخر يجي، الدكتور قال كلمه مهمه. هل احنا هنقعد نمجد في يعني انا واحد زي حالاتي بقى لي 34 سنه لا طريق. انا ضد ده، ما نمجدش يعني. انا هقول لحضرتك ان كان في شخصيه في مصر القديمه مثلا أعبد لا 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 خالص الماضي خالص، ولا كمان مقابله افتن بالقادم. وكمان لازم التوازن. خليني اعرفك على شخصيه اسمها بانب. بانب ده اتهم باكثر من 30 تهمه اجراميه في مصر القديم. وعملت عليه محاضره كامله. بانب الناس مستغربه ايه ده، في جريمه؟ في جريمه في مصر القديم. الراجل ده كان موظف حكومه بالمناسبه في مصر القديم. بانب ده وعمل جرائم هتستعجبها، هتقول ايه ده، هو في المجتمع المصري القديم كان فيه كده؟ اغتصاب، تحرش، يطلع فوق السقف بتاع البيوت ويضرب الناس بالطوب، بلطجه مليان بالقدوم. ما انا بقول لك بيعمل بلطجه. لكن لكن سيدنا يوسف مش حرصت بيه زليخة مثلا؟ لا، التحرش يا فندم رمسيس الثالث سجنته عشان ما وافقش. بس انا عايز اقول حاجه، انت حضرتك عايز تربط التاريخ بتاثيره على شخصيه مواطن يعيش في حاضر الان ازاي؟ امجادك سيبها لاصحابها. كويس، احنا زهقنا بقى من كتر كل شويه ايه اللي مش عارف ايه بهب شعري مش عارف ايه. النهارده وانت حاكي المواطن اللي انت عايش معاه النهارده، هل انت مبسوط؟ طلعت قرعه ربنا يدينك ويزرع لك.